أنا ببقى سعيدة جداً وأكيد كريم كمان لما بنستضيف يعني كابل أو زوجين من نفس الرياضة أو من أبطال حتى في رياضات مختلفة. هما مش أبطال عاديين، دول أبطال عالم وواصلين كمان ورافعين اسم مصر في محافل دولية كمان مختلفة، وجمعتهم قصة حب وهنعرف تفاصيلها. هنتكلم في كل ده، هم أبطال كل واحد في مجاله أو لعبته خلينا نقول المفضلة. هيحكوا لنا بقى إزاي رفعوا اسم مصر عالمياً والمشوار اللي أكيد كان فيه صعوبات كتيرة جداً وتحديات كمان أكبر. خلينا نرحب بكابتن نادية فكري، بطلة العالم في رفع الأثقال البارالمبي. بونسوار وصباح الهنا، مش عارفة بونسوار ازاي، بونجور وصباح الهنا يعني، عشان انت كنت جاي زعلانة فأنا والله وطرتيني. كابتن صلاح عطا يعني بطل العالم البارالمبي في الكرة الطايرة، صباح الهنا، انتوا الاثنين منورينا، وعايزاكي بقى تبقي كده مبسوطة معانا ها عشان الحلقة تكمل. هي مبسوطة وكله زي الفل الحمد لله، احنا بيها جدا، ولو حصل اي حاجة يعني عديها، مفيش اي حاجة، خلاص حاجات كلها واردة ان شاء الله كده يعني تبقى فقرة حلوة. وهنتكلم بقى في كل التفاصيل لان احنا عندنا فضول انا وكريم تحديدا كمان نعرف قصة الحب ونعرف قصة الكفاح كمان، ان انت توصلي رغم كل التحديات لبطلة وبطلة عالم ترفعي اسم مصر كمان، فدي اكيد حاجة مش سهلة. صباح الخير عليكم وعلى مشاهدينكم الكرام. انا بس حابه في الاول ان انا اقدم تعزينا لاهلينا في ليبيا طبعا. وفي المغرب طبعا، ونقول ان شاء الله المحنه دي تعدي على خير ان شاء الله. وانا مبسوطه جدا ان انا معاكم النهارده. اكيد ماليه ايدك بالمعلومه دي، ده انا كنت لسه بقول لك قبل ما نطلع على الهوا مع بطله عالم ومكشره ازاي عالم ازاي كده يعني. انا عايز بس اقرا لحضراتكم، طبعا استحاله احفظ هذا الكم من الانجازات، فانا هقراها من الورق اسمحوا لي برضه عشان تاخدوا خلفيه كده بسيطه. لما بنقول ابطال فاحنا مش بنبالغ في هذا الوصف، يعني كابتن نادي حققت ميداليات في 4 بطولات بارالمبيه وست بطولات عالم، 4 بطولات افريقيه، 3 بطولات عربيه، واكثر من 10 بطولات دوليه. فيما يتعلق بكابتن صلاح، 4 بطولات بارالمبية، 5 بطولات عالم، 5 بطولات إفريقية، 5 بطولات عربية، 4 بطولات كأس عالم للأندية، إلى جانب حصوله على الكرة الذهبية في بطولة إفريقيا في رواندا 2017. اللهم صل على كامل النور. الحمد لله. إيه ده؟ الحمد لله. ده أنا فرهدت وأنا بقرأ إنجازاتكم يا حضرات، منورين الدنيا، أهلا بيك. النقطة اللي ابتدت بيها ده يعني نهوان هي اللي لازم نستهل بيها كلامنا ده، وقصة الحب الجميلة اللي جمعتكم ابتدت إزاي وجت إزاي، ونبتدي معاك يا كابتن نادي، اتفضلي. هو كانت من سيدني 2000، اولمبياد سيدني 2000، يعني كان هو من نفس النادي بتاعي، بس ما كانش فيه بيحصل احتكاك لان انا بلعب رفع اثقال وهو بيلعب فولي، حتى ما بقاش في اماكن للتواجد مكانه غيري، فيعتبر المحك اللي اتقابلنا فيه كان اولمبياد سيدني، فابتدت كده من المطار يعني. بس كان في نظرات قبلها في النادي، لا يعني. منه كده كان فيها كابتن نادي، كان فيها كابتن نادي والناس كلها كانت بتتكلم عن الموضوع ده. كنت استنى تمرينك لما احنا نسمع منك انت كابتن صلاح، عشان واضح ان كابتن ناديه بتنحي جانبا بعض الحقائق المهمه. اتفضل. لا احنا كنا، هي طبعا الكابتن ناديه طبعا هي اقدم مني وهي الكابتن بتاعي يعني. فهي كانت تخلص تمرينها، كان بنخلص في نفس التوقيت وبنبدا في نفس التوقيت، فكنت بتلكك وبستنى يعني نظرات مش عارف ايه كده، بس ما كانش فيه كلام، بس كان في يعني الحمد لله كان في قبول يعني. تركيز، كان في تركيز. لا كانت اول اولمبياد لينا احنا الاثنين، اولمبياد سيدني دي كانت احلى اولمبياد في حياتنا يعني، اولمبياد سيدني دي بقى. فلما ربنا كرمها بقى الحمد لله بميداليه، وانا ربنا كرمني المركز الرابع لاول مره في تاريخ الالعاب الجماعيه. جميل. ففتحت الموضوع بقى، قلت لها ما بديهاش اخطبك بقى. طبعا عايز اخطبك وهاجي البيت عندكم. خلصت الموضوع، فتحتها هناك بقى في سيدني. البعثه كلها حضرتك مش قادر اقول لك يعني، قلت المدير الفني بتاعها الدكتور علي والمدير الفني مصر يعني عرفت، مصر كلها عرفت والله. بعد كده الحمد لله اول ما نزلت اول اسبوع على طول رحت البيت عندهم الحمد لله، وارتبطنا بقى. احنا لاعبين حوالي 3 اولمبياد مع بعض يعني. ما شاء الله، حلو جدا الكلام ده. حلو ان كمان يبقى لما الواحد يختار شريك حياه من نفس المجال بتاعه بيبقى الموضوع ألذ بكتير واحسن بكتير واسهل كمان بكتير. بيبقى في تفاهم كبير قوي يعني، في تقدير كمان. صح. بينعكس برضو على الاسره، ان ما يبقاش في يعني، بيبقى في اوقات كتير قوي في المعسكر، انا في البيت، انا ببقى في المعسكر وهو في البيت، اوقات احنا الاثنين نبقى في المعسكر اساسا والولاد بيبقوا مثلا عند ماما الله يرحمها، خاصه في الـ3 اولمبياد الاولانيين. فكان لو هو ما عندوش حته ان هو اللي هو اساسا مش من نفس المجال كان هيبقى فيه مشاكل. لكن الحمد لله ان هو في نفس المجال، بس الحمد لله انه مش في نفس اللعبه بصراحه، عشان كنا هنضرب بعض جامد. مش في نفس اللعبه.